السلام عليكم لي شيخ فان دو لاباج فيسبوك لا شين يوتيوب اون بوز كوموند افيك اسماء. اليوم شبه جيتكم وصفة كتير جديدة اللي هي وصفة دي دونات على كونفيتور اي نوتيلا ولا لي بني بالمعجون و نوتيلا. نتمنى يا رب انكم تتبعوا معايا طريقة التحضير لانها وصفة ستقوم لتستحق التجربة. اولا نبدا نقدم لكم مقادير. هنا عندي كمية من الفرينة، يعني حين نحتاج الفرينة حسب الرغبة. عندي ملعقة كبيرة من الزبدة ما يعادل 25 غرام، عندي حبة بيض، كاس من الحليب، 2 معالق كبار من السكر، ظرف تاع سكر فاني، عندنا خميرة الحلويات مع خميرة الخبز. أولا حين نبدأ يعني نسخن هذاك الحليب اللي هو مقدار كاس، نضيف له الملعقة الكبيرة من الزبدة، نضيف له 2 معالق كبار من السكر ونديرهم فوق النار حتى هذيك الزبدة تذوب وهذاك السكر يذوب. نقعد نخلطو فيهم، من بعد نخلو الخليط تاعنا يبرد شوية، يعني ما نضيفوش الخميرة وهو سخون، وإلا الخميرة تاعنا راح يعني حين نقتلو المفعول تاعها. نخلو نصف الخليط نحتفظو به على جنب، وكيما شفتو النصف الآخر نضيفو له الخميرة، نغطوه ونخلوه لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تخمر هذه الخميرة تاعنا وتبدأ تتفاعل. من بعد في يعني في فلو في لاكوف دو بيتران تاعنا نضيفو هذه الخميرة، نضيفو الحليب اللي تبقى لنا. من بعد نبدأ نضيفو المقادير الأخرى واللي هي حبة البيض، نضيفو خميرة الحلويات ملعقة صغيرة، نضيفو الفانيلا، نتأكدوا أن نصفيوهم باش نتفاداو تواجد التكتلات. من بعد نخلطوهم خلطة خفيفة ونبداو نعجنو فيهم بإضافة الفرينة، والفرينة دائما ما نساوش نضيفو لها رشة من الملح لهذيك الفرينة تاعنا. حين نبداو نضيفو الفرينة حتى نتحصلو على عجينة، كما العادة العجينة تكون خفيفة وتكون تتلاصق شوية في اليدين، ونعجنوها لمدة 10 دقائق حتى العجينة تاعنا تصبح ملساء وما توليش تلصق لنا في يدينا، لكن تقعد دائما طريه. قد ما طريتوا العجينه تاعكم قد ما لي بني راح يجوكم خفاف وحين يجو يعني فارغين من الداخل. كيما شفتوا انا هنا لاباط تاعي راهي انطمت. نقعد نعجن فيها لمده 10 دقائق، وكما ما فنقولكم يعني العجن ماهوش ضروري باش تنجحوا في الوصفه. من بعد ما عجنتها مليح وتحصلت على القوام وعلى العجينة الملساء اللي كنت نحوس عليها، ناخذ ليان آخر نقي ندهنوه بالزيت. دائما ندهنو يدينا بالزيت باش العجينة ما تلصقش في الأيدي. نطموها ونحطوها تخمر لمدة حتى يتضاعف الحجم تاعها. كما العادة ما نقدرش نعطيكم مدة اختمار تاع العجينة تاعنا احنا والحرارة والفصل اللي رانا فيه، لكن يعني في الصيف وفي السخانة مدة 30 دقيقة راح تكون كافية. كما شفتوا أنا من بعد ما ارتاحت الخميرة عفوا العجينة تاعي واختمرت، نبدأ نحل فيها، نرش الفارينة دائما باش ما تلصقناش لاباط تاعنا في لو بلان دو ترافاي ونحلها. انا يعني لي بنية تاعي ما نحبهمش يكونوا رقاق بزاف، نحبهم يكونوا شويه خشن، يعني نحلهم بسمك 1 سنتيمتر. اللي يحبهم رقاق يحلهم ارقق من هكذا، يعني رقق العجينه تاعو. وكيما شفتوا ناخذ قطاع دائري، انا يعني خديت قطاعه صغيره ما نحبهمش كي يكونوا بزاف كبار، يعني درتهم بحجم صغير ونحطهم فوق صينيه اللي كنت فرشتها يعني بورق الطهي ولا بلو بابي كويسون. نغطيهم ونخليهم يختمروا مدة ثانية حتى يضاعف الحجم تاعهم. كيما شفتوا معايا هنا اختمروا وضاعف الحجم تاعهم، ويعني بالعاني درتهم عاليين، ما نحبش يعني لي بني كي يكونوا هكذا رقاق. من بعد سخنت الزيت، دائما الزيت تاعكم تسخنوها على نار متوسطة، ما تقويوش بزاف في النار تاعكم باش يعني لي بني ياخذوا الوقت باش ينتفخوا وياخذوا الوقت باش يخمروا لكم، وما تعمروش المقلة تاعكم لأنه يعني إذا درتوا كمية كبيرة من لبني راحين تحبطوا درجة حرارة الزيت. ومن بعد لبني تاعكم حين يشربوا لكم الزيت وما يجيكمش خفاف. كما شفتوا من بعد ما رميتهم في الزيت وأنا بديت نرمي عليهم الزيت من فوق حتى يتنفخوا، كما شفتوا يعني ما شاء الله تنفخوا يعني وجاو فارغين من الداخل. قلبتهم من الجهة الثانية
وطيبتهم حتى تحصلت على اللون الذهبي من يعني من لي دو كوتي. بعد ما طيبت كملت طيبت الكمية تاعي كامل، خليتهم بردو ونبدأ في طريقة الحشو. وأنا هذه الطريقة يعني اللي نحب نحشي فيها البنية تاعي، باستعمال لا بوشادوي ندير كمية من المعجون ونحشيهم. واللي ما يحبش يعني هذه الطريقة يقدر يستعمل الطريقة التقليدية اللي هي تحكم الحبة تحلوها وتعمروها بالمعجون داخل. كنت كما شفتوا كمية حشيتها بالمعجون، والكمية الأخرى حشيتها بشوكولاتة الطلا ولا بنيوتيلا. ومن بعد نمرغدهم في السكر يعني كما لي بني العاديين، وكما راكم تشوفوا دائما كما نقولوا فيهم هذاك يعني ساير داير الابيض اللي يعيطوا له الوايترينغ. دائما كي تحصلوا على هاد يعني على هاد الابيض اللي يجينا في ليكوتي، تعرفوا انه لي بني تاعكم راهم ناجحين ومنفخين وخفاف من الداخل. كما شفتوا الحبيبات اللي كنت حشيتهم بالمعجون كنت مرغدتهم في سكر كريستاليزي ولا في السكر العادي، والحبيبات الاخرين باش نفرقهم على هذوك الحبات، حبات اللي كنت حشيتهم بنيوتيلا رشيت عليهم السكر المسحوق وهامليك لي بني تاعي في صحن التقديم. صدقوني وصفة رائعة وخفاف يعني من الداخل. وكما قلت لكم ماشي رقاق بزاف، يعني كي تاكلوا تحسوا راكو تاكلوا، ما يجوش رقاق رقاق. ونتمنى يا رب انكم تجربوا هذه الوصفة، لانها صراحة وصفة تستحق التجربة، وصفة كتير رائعة اقتصادية سهلة مليحة، راحين تحبوها راحين تقدموها لأولادكم تدوها معكم للبحر، يعني وصفة تاع الصيف. ونتمنى تجربوها كما العادة وتعطوني رأيكم وتخلوا لي تعليقاتكم. ما تنساوش تشجعوني دائما نقولها ونعاودها، نحتاج التفاعل تاعكم باش نقدر نعطي أكثر وأكثر. وأنا نقولكم إلى الوصفة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.